الله يسعد أوقاتكم بكل خير، إن شاء الله تكونوا بألف خير. أغنية أنا في انتظارك لسيدي أم كلثوم، الأغنية من مقام الحجاز، حجاز الري. عنا حجاز الري، ري مي بيمول، فا دييز، صول لا سي بيمول دو، وجواب المقام ري. نبدأ بمقدمة الأغنية بتقول: نلا ناخذ لها قرار أجمل، لا لا سي لا سي دو سي لا صول لا صول فا صول فا صول لا. طبعا صول لا تطلع أجمل. الجملة الثانية: الجملة الثانية من الصول: صول لا سي لا صول فا صول فا مي فا مي فا صول. وبنرجع بنعيده: بعدين من الفا دييز، فا صول لا فا مي فا صول مي ري مي فا ري. بعدين دو ري دو ري مي ري مي فا مي فا صول فا صول لا صول لا سي. وهون صارت عنا سي نص بيمول، صول لا سي لا سي دو سي دو ري لا لا سي، ورجعنا السي للسي بيمول، لا سي لا صول فا صول فا مي ري لا فا صول مي ري لا فا صول مي ري. أتمنى تكون المقدمة واضحة، وبنبدأ غناء أنا في انتظارك. نسي بيمول، سي سي لا صول فا صول دو سي سي لا لا. نعيد أبطأ: سي سي لا صول فا صول دو سي سي لا لا. يعني ممكن نقول الأفضل ناخدها ريشي سبعة، ممكن ريشي ثمانية، لكن أسهل بريشي سبعة ثمانية. الدو بتكون بريشي سبعة، يعني بدل السي كمان أجمل نقول لسي. ومن هيدا مرتي بعدين دو سي لا سي لا صول لا صول لا سي لا صول فا. بعدين صول فا صول لا سي لا صول لا صول فا صول فا. بنعيدهم بشكل بطيء: في الثانية غيابك ولقيت من الفا دييز،
نلاحظ هون انه السي صارت نص بيمول. بدنا نفرق امتى بناخذها نص بيمول امتى بناخذها بيمول. طبعا حتى من الاصابع بتبين معكم بيمول بالاصبع. ثالث نص بيمول بالاصبع. الرابع ان من الفا ديز فا صل لا سي دو فا صل لا سي دو ري دو سي لا صل. وبنرجع بنقول انا في انتظار. نوقف على الصول حتى نقول يا ريت يا ريت من الري ري ري دو دو ري دو سي لا. وبدنا نلاحظ السين نص بيمول. يا ريت يا ريت يا ريت كمان يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. بالإعادة من الدو دو دو سي سي لا. يا ريت يا ريت يا ريت سي لا صل صل لا سي لا سي صل. نعيدها ريت. وهون بيتغير معنا المقام. طبعا بصير عنا شاهيناز. بصير عنا الدو دييز. بنقول دو ري. طبعا مقام شاهيناز. دو دييز ري. دو سي لا صول. وسي بيمول. بعدين ترجع الدو طبيعي من اللا لا سي دو سي لا صل فا. بعدين يا ريتني عمري ما حبيت. وهون في عنا تحويلي كمان بتصير اللا بيمول صل صل لا. يا ريتني عمري ما حبيت. طبعا ممكن نعزف بس لا. ورجعنا للحجاز. بدنا ننتبه لاخر جملتين وقت منحول على الشاهيناز. بصير عنا دو ديز دو ري دو سي لا صول. نرجع منقول لا سي لا لا صل صل فا صل فا ري ري. هاي هي الأغنية. أغنية ما كتير صعبة لكن فيها جمالية وخصوصا الحجاز لما منضف له رصد. يعني ما بصير سي نص بيمول بصير جنس الفرع فيه رصد. فهو عم يتألم ما بين الحجاز وما بين الرصد بجوابه. وفيها التحويلات بالنهاية تحويلة الشاهيناز وتحويلة اللا بيمول كمان عم تعطيها جمالية وشرقية. هذا الفيديو ما تنسونا من دعاكم ما تنسونا من دعمكم. بنشوفكم عن قريب إن شاء الله. تضلوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله.